تفرجوا علينا في الاذاعات وفي القنوات تيقولوا حنا ما صايمينش رمضان، حنا ما واكلينش رمضان، حنا ما واكلينش، حنا غناكلوا علانيه، حنا غنفعلوا، حنا غنصنعوا، يستدركون على الله جل وعلا. والاعلام مع الاسف لا يروج للفضيله، وانما يروج لصنف معين من الناس من اجل الامعان في الرذيله، نسال الله السلامه والعافيه. انه زمان غريب اصطفانا الله عز وجل واختارنا ان نعيش فيه، فاما ان نقول كلمه الحق ونشد على من يقولها، واما ان نصمت عن شر فنغنم نسلم. يا رسول الله، ارايت رجلا، وكل واحد منا يجعل راسه هو السائل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، ارايت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا؟ تعرفوا واش العصاة ديال هاد الرجال اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هما هاد العصاة البياضيق الاقزام اليوم، كانوا عصاة بمعنى الكلمة، لكن لما رجعوا إلى الله عرفوا قيمة التوبة وقيمة الإسلام، فلم يؤثر إلا عن نزر يسير من ارتد بعد ذلك، كانوا رجال بمعنى الكلمة. أما الذكور اليوم تشتكي من الذكور، لأن وصف الرجولة صرنا نفتقده اليوم. يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا، وهو مع ذلك، اسمع الشيخ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو مع ذلك جرأة، جرأة ولكنها صراحة، شجاعة، لأنه أقر بذنبه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لعله يرشده إلى الطريق الصحيح. أما اليوم فنحن نفتخر على المحطات الفضائية وعبر أجهزة الأثير وفي الجرائد، ونفتخر بالمعاصي وبالرذيلة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه أمور مبيتة ومقصودة، في المقابل تنفير وتشويه سمعة العاملين للإسلام والدعاة إلى الله عز وجل. ولكن نسي هؤلاء أن الذي تكفل بحفظ هذا الدين، ومن حفظ الله لهذا الدين أن سخر الله سبحانه وتعالى رجالا ونساء وشبابا يعملون به ويدعون إليه ويكشفون الشبهات ويردونها ويبينون الحق ويبتغون وجه الله سبحانه وتعالى، ويجعل الله لهم القبول، مع أن الإمكانات المتاحة إليهم يسيرة في مقابل تلك الإمكانات التي رصدها أولئك من أجل تمييع الشباب وإبعادهم عن دينهم. بما تفسرون هذا الإقبال على يعني من المسلمين على المصليات في رمضان؟ بما تفسرونه؟ وإن كنت أعتب على الكثير من الناس حرصهم على صلاة التراويح في رمضان ولا يحرصون على الفرائض في غير رمضان، فإلى الله المشتكى. لعل هذه من الأمور التي تحتاج فقط إلى علاج، وهذا دليل خير فقط يحتاج إلى من يرعاه وإلى من يهذبه بإذن الله تبارك وتعالى. ولم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، فهل له من توبة؟ الآن تصور كأنه سؤال عام، كأنه ماشي هو. أرأيت رجلا ما ترك ذنبا إلا عمل به، ما ترك شيئا من الذنوب إلا عمل بها، لم يترك منها شيئا ولا حاجة ولا داجة إلا أتاها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لي من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أسلمت؟ الله أكبر، هل أسلمت؟ قال: أما أنا، شوف شوف الجرأة، شوف شجاعة الصحابي، أما أنا يا رسول الله فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. الله أكبر، ياك ما كل شيء داره، اللي غيتنحلك على راسك كله داره ديال الذنوب والمعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم جواب مختصر: نعم. حنا دابا عاد رجعتي أنت؟ سير أولدي، سير سير، كمل فين كنت، سير 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 أولدي، ما كنفيقش في رمضان، سير رقد، سير رقد، أنت حسبك ما تبانش كاع نهائيا، سير اولدي سير، انت من اهل جهنم، تنحكموا على عباد الله وكنطبعوا وكنعطيهم الفيزا ديال الدخول للنار، نسال الله السلامه والعافيه، الى غير ذلك من يعني باش نقول لك تنفير عن باب التوبه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. اسمع اش غيقول الصحابي: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ يعني غيغفر لي الله سبحانه وتعالى كل شيء، حتى الغدرات ديالي، الغدر اللي كنت نديره، الفجور اللي كنت ندير. اش قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له نعم؟ قال: اسمع، تفعل الخيرات وتترك السيئات. اسمع الجواب، اسمعوا بفقه وبتمعن، اسمع اش غيقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع اش قال له: تفعل الخيرات وتترك السيئات يجعلهن الله لك
خيرات كلهن. الله أكبر، الله أكبر. تركت السيئات كي يجعلوا الله سبحانه وتعالى خيرات كلها. فقال شو هنا باش غيفضح راسه بأنه هو وما فضحوش الحمد لله، ولكن غير باش تكون عندنا حنا هذا يعني باب من باب الدفع. لأن ينبغي علينا أن نعلم أن شياطين الإنس يؤزون الشباب أزا نحو المعاصي ويدفعونهم نحوها دفعا. فكذلك مثل هذا الكلام يشحذ همتك من أجل أن تقبل على التوبة. فقال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فأقبل وهو يكبر، فأقبل وهو يكبر حتى توارى عنا، حتى توارى عنا، حتى الصحابة ما بقوش يشوفوه من كثرة فرحه بهذا الحديث. فما الذي يمنعكم من التوبة؟ فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.